أهلا بكم في وجيز. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجري تعديلا حكوميا مس 11 حقيبة وزارية في الحكومة التي يقودها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وذلك بموجب المرسوم 119-23 حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية. تم اعتقال 310 أشخاص في فرنسا خلال الاحتجاجات ضد مشروع قانون إصلاح التقاعد. المحتجون خرجوا في مظاهرات ليلية وقاموا بأعمال حرق في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجاً على تمرير رئاسة قانون التقاعد. أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول موافقته على التطبيع الكامل لاتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان، وذلك خلال القمة التي جمعته مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو. عم إضراب شامل اليوم محافظة جنين شمال الضفة الغربية حداداً على أرواح الشهداء الأربعة الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني على مدينة جنين أمس الخميس. وكالة الأنباء الفلسطينية وفا قالت إن قوة خاصة من جيش الاحتلال الصهيوني تسللت وسط مدينة جنين وتحديداً شارع أبو بكر المزدحم بالمواطنين وأعدمت 3 شبان بإطلاق الرصاص عليهم. كرم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الطيارين الذين حاولوا دون انتهاك مسيرة أمريكية حدود منطقة العملية الخاصة، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو رشح طاقم مقاتلة سو-27 الذي اعترض المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود لوسام الدولة. نهاية وجيز، إلى اللقاء.